13 نوفمبر 2020 للمرة الثانية الشعب الصحراوي يضطر لانتشاق البنادق لمواجهة المحتل، لأن المحتل المغربي خرق وإطلاق النار اكتسح مناطق جديدة. إذا بالنسبة لنا اكتساح مناطق جديدة وخرق وقف إطلاق النار اعتبر نصف لوقف إطلاق النار، نصف تام. إذا نحن الآن في وضعية حرب، سنواصل كفاحنا مهما كانت الصعوبات، سنواصل كفاحنا ولن نلدغ في الحجر مرة أخرى. إذا سنواصل ونفاوض ونواصل ونقاتل حتى يحقق شعبنا أهدافه في الحرية والاستقلال، وتحترم إرادته في الاختيار الحر، وتحترم حدوده وحدود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي.